كان الموضوع ده لو كان جالي من سنتين تلاتة انا كنت هكسب فلوس قد ايه من الموضوع ده. ازاي نكسب فلوس في اي مره نشتري فيها حاجه اونلاين؟ طبعا في حد ممكن يتفرج على الفيديو ده ويقول لنفسه ايه الهبل ده، مفيش حاجه اسمها كده وده اعلان وخلاص. ولو انت هتحكم بكده خليني اقول لك ان اي حد ممكن يكسب فلوس اعتقد ان هي كويسه وهو بيشتري الحاجات دي، اللي هو كده كده هيشتريها في حياته اليوميه بقى، سواء لبس، حاجات للبيت، سفر، ساعات، نظارات، سنيكرز، حرفيا اي حاجه بتشتريها اونلاين. فلنفترض مثلا ان انت زي حالاتي كده بتحب تشتري اونلاين كتير وبتشتري اي حاجه من الحاجات اللي انا كنت لسه بقولها من شويه دي، وليكن مثلا ساعه من على موقع امازون ب 1000 او ب 2000 جنيه، وطبعا انا بقول 1000 او 2000 جنيه دي كمثال. المهم الطبيعي ان انت هتدفع ثمن الساعه دي، سواء هتدفعها كاش او حتى هتدفعها تقسيط بالطرق اللي احنا عارفينها. اللي بيحصل بقى انك بتاخد نسبه من المبلغ اللي انت دفعته ده تاني، وطبعا انت حر تقدر تسحبهم كفلوس. تخيل معايا انت بتشتري كام حاجه في الشهر على مدار السنه كلها. طبعا انا عارف ان الموضوع بيتفاوت من شخص للتاني حسب احتياجاته وحسب امكانياته، بس كده ما اعتقدش في الوقت اللي احنا فيه ده مشتريات اي حد فينا اونلاين هتقل عن 2000 جنيه مثلا في الشهر، داخل فيها حاجات للبيت، داخل فيها لبس، داخل فيها كل الحاجات دي. يعني نقدر نقول انت في خلال السنه ممكن تشتري حاجات ب 24000 جنيه. تخيل بقى ان انت من ال 24000 جنيه اللي انت دفعتهم اوريدي في حاجات انت محتاجها وكده كده هتجيبها، رجع لك منهم 3000 جنيه تقدر تسحبهم فلوس او تشتري بيهم حاجات جديده. والاحلى واحلى كمان ان ممكن يرجع لك 100% من المبلغ اللي انت دفعته ده، وبرده تقدر تسحبه كاش، وهقول ده ازاي في اخر الفيديو. دي حاجه بيسموها الكاش باك، اعتقد ان ممكن يكون في ناس سمعت عنها. والموضوع زي ما انا قلت ببساطه بيرجع لك جزء من المبلغ اللي انت اشتريت بيه اي حاجه اونلاين بيرجع لك تاني. دي الفكره باختصار. في موقع اسمه وفر اكس، ده موقع متخصص في الكاش باك تقريبا في كل المواقع اللي تتخيلها واللي كمان ما تتخيلهاش، في كل حاجه، جوميا، امازون، نون، مواقع سفر، مواقع شوبينج بره مصر، مواقع شوبينج جوه مصر، فعلا تقريبا كل حاجه ممكن تتخيلها. كل المفروض انك تعمله بس انك بدل ما هتدخل على الموقع اللي انت عايز تشتري منه دايركت هتخش على وفر اكس، ومن خلاله هتخش على الويب سايت تشتري الحاجه اللي انت عايزها. بالظبط اللي هيحصل انك هتخش على موقع وفر اكس، اختار الويب سايت اللي انت عايز تشتري منه، وبعد كده تدخل على البرودكت اللي انت عايزه، اختار منه بالطريقه الطبيعيه جدا، وبعد ما تخلص الاوردر اللي انت بتعمله تقدر ترجع للحساب بتاعك تاني على وفر اكس، شوف مبلغ الكاش باك اللي رجع لك اللي ممكن ياخد يوم او يومين حسب الويب سايت اللي انت بتشتري منه، وطبعا حسب برده نسبه الكاش باك اللي بتختلف من كل ويب سايت عن التاني. عارفين يعني ايه 12% كاش باك؟ يعني نفس المثال اللي انا قلته دلوقتي ده، لو انت على مدار السنه بتشتري حاجات ب 24000 جنيه، كل شهر بتشتري حاجات ب 2000 جنيه مثلا، هيرجع لك 3000 جنيه كاش باك تقدر تاخدهم وتعمل بيهم اللي انت عايزه على حاجات انت كده كده كنت هتشتريها. طبعا انت مش محتاج تستنى سنه عشان تاخد الفلوس دي، يعني انا بقول كمثال بس. يعني انا مثلا اشتريت الشنطه النايك دي من على موقع امازون مصر، وكمان خدت عليها كاش باك دخل في الحساب بتاعي، خدت مبلغ من المبلغ اللي انا دفعته ده ككاش باك اقدر اسحبه. نفس الموضوع في الساعه جي شوك دي اللي انا كنت بدور عليها كتير قوي ما كنتش لاقيها بسعر حلو، برده لقيتها على موقع جوميا وخدت عليها برده كاش باك غير الكاش باك اللي انا خدته على موقع امازون، فجبت الاثنين مع بعض، وبعد كده اي حاجه هجيبها هجيبها بنفس الطريقه. المهم بقى لما هنرجع على الاكونت بتاعي على موقع وفر اكس هنلاقي الكاش باك اللي انا اخدته بقيمه 18 دولار، يعني حوالي 350 جنيه، دول من عمليه شراء واحده بس. فتخيلوا كده لو حد زي حالاتي عايش على الاونلاين هيلاقي عنده مبلغ قد ايه في خلال شهر مثلا او شهرين. اللطيف برده ان انت اول ما بتسجل على الويب سايت بيدخل لك اوتوماتيك كده 2 دولار ونص بتوعك تقدر تسحبهم عادي جدا، بس طبعا في حد ادنى للسحب اللي هو 5 دولار، يعني هتحتاج ان الكاش باك اللي عندك اوريدي يزيد 2 دولار ونص، ودي حاجه طبعا سهله جدا، ممكن تشتري اي حاجه ب 300 400 جنيه. في برده حاجه مهمه جدا ان المبلغ اللي عندك ده تقدر تسحبه كاش في مواعيد محدده اللي هم 4 مرات في السنه، يعني تقريبا كل 3 شهور، واعتقد ان ده وقت كافي ان يبقى عندك مبلغ كويس في المحفظه بتاعتك. وطبعا تقدر تسحبهم باي طريقه بقى، تسحبه عن طريق فوري، تسحبه عن طريق تحويل بنك، تقدر حتى تدخلهم على الكريدت كارد بتاعتك، وطبعا هتلاقوني حاطط في الديسكربشن وفي اول كومنت كل التفاصيل دي لو حد مهتم وعايز يعرف الموضوع اكتر. نيجي بقى لاخر جزء، ازاي يرجع لك 100% كاش باك من المبلغ اللي انت دفعته. هوضح تاني، يعني انت لو عملت اوردر بحاجه معينه المبلغ اللي انت دفعته فيها ده هيرجع لك كله 100% وحلال عليك يا عم الحاجه اللي انت اشتريتها. ببساطه وفر اكس هتدي فرصه ل 10 اشخاص ان يرجع لهم كاش باك 100% من المبلغ اللي هم اشتروا بيه اي حاجه، المهم ان هي ما تزيدش عن 1500 جنيه. اهو ده بقى معنى ان حد بيعلي على نفسه. السؤال بسيط بمناسبه الساعه اللي انا لسه جايبها دي، طبعا كلنا عارفين ان القدماء المصريين من اكتر الناس اللي اكتشفت ازاي يقيسوا الوقت من زمان قوي، عايزين بقى طريقه من الطرق اللي كانوا بيقيسوا بيها الوقت بالليل. السؤال زي ما انتم شايفين سهل جدا، شروط المسابقه برده بسيطه جدا، تعمل لايك وشير للبوست ده، تكتب كومنت واحد باجابه واحده، وما تحاولش طبعا تكتب اكتر من كومنت بكذا اجابه، بلاش الحركات دي. واخر حاجه اعمل لايك للبيج بتاعت وفر اكس على فيسبوك، ووفر اكس هتعلن على 10 اللي كسبوا في بوست عندها يوم الاحد على الفيسبوك. وبس كده، هتلاقوني سايب كل اللينكات المهمه في الديسكربشن وفي اول كومنت، واعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تعملوا فولو او سبسكرايب عشان يوصل لكم فيديوهات جديده شبه الفيديوهات دي، وما تنسوش تعملوا لي فولو على انستغرام، بنزل هناك حاجات جديده كل يوم. سلام.